مساء الفل عليك، طمنا على كل ما يخص بعثة النادي الأهلي في الجزائر. كل التحية ليك زميلي أمير، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي أينما كنتم لليوم الثالث على التوالي هنا في الجزائر، بالتحديد ولاية بشار معقل يمكن ممثل الجنوب نادي الشبيبة الرديئة للثورة، يمكن اسمه هو كده الصحيح لكن اختصار للاسم يتقال نادي شبيبة الثورة الجزائري. مباراة غاية في الأهمية ويمكن في تركيز كبير جدا من الجهاز الفني بقيادة مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الفريق للنادي الأهلي، جلسات خاصة واجتماعات مع الجهاز المعاون بالكامل، آخرها كان أمس أمير عقب انتهاء العشاء كانت في جلسة خاصة مع مستر مارتن والجهاز الفني لمشاهدة بعض المباريات وبعض الفيديوهات اللي تم تحديدها للوقوف على كل نقاط القوة والضعف في فريق شبيبة الثورة، ومنها أيضا كمان هيكون في تعليمات خاصة للاعبي النادي الأهلي. كنت تابعنا كلنا المباراة الأولى ليهم، تهزموا بنتيجة 3-0، عندهم خط الظهر في بعض الكسور، يمكن الباك ليفت كمان عنده بعض الكسور، أكيد يمكن اشتغل عليها بشكل كبير الجهاز الفني خلال المحاضرات الفيديو، أيضا كمان في التدريب الأول اللي كان أيضا أمس على ملعب 20 أغسطس اللي هيستقبل مباراة شبيبة الثورة الجزائري والنادي الأهلي المصري في تمام الساعة 8 بتوقيت الجزائر، 9 بتوقيت القاهرة. قبل انطلاق المران أمس أمير كانت فيه محاضرة فنية مهمة جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر مارتن، كان فيها تحفيز كبير جدا وكان فيها أيضا كمان تحميس لكل لعيبة النادي الأهلي ومستر مارتن على أهمية هذه المباراة. الانطلاقة كانت جيدة في مباراة فيتا كلاب الكونغولي، إن شاء الله تستكمل سلسلة الانتصارات. النادي الأهلي عنده ظروف كثيرة جدا ذكرناها أكثر من مرة من الإصابات والغيابات، وأيضا كمان يمكن الشيء اللي بيأثر بشكل كبير أن يكون كل مركز في عدد كبير جدا فقده للنادي الأهلي، سواء الفراودة على الباك رايت الباك ليفت، يمكن مش عايزين طبعا نتكلم على المراكز وكده لأن بشكل عام النادي الأهلي أي لعيب بيكون متواجد في القائمة وبيكلف بمهام سواء مكانه أو مش مكانه لابد أن هو يكون بيأدي بشكل مميز جدا ويكون على قمة تركيزه، لأن البطولة الأفريقية غايبة عن النادي الأهلي. النادي الأهلي في النسخة الماضية وصل للنهائي لكن سوء التوفيق الكبير اللي قابل لفريق النادي الأهلي، بنتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يبدأ بداية جيدة ومنها إن شاء الله واحدة واحدة نوصل إلى المباراة النهائية وإن شاء الله تكون البطولة 9 من نصيب النادي الأهلي. النهاردة يمكن اليوم مليء شوية أمير بالأخبار ومليء بمؤتمرات صحفية سواء للنادي الأهلي وأيضا كمان فريق شبيبة الثورة الجزائري، بالتحديد تم تحديد 7:30 مساء بتوقيت الجزائر المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي بحضور مستر مارتن لاسارتي المدير الفني وأيضا كابتن شريف إكرامي كابتن فريق النادي الأهلي، يلي مباشرة النصف ساعة في الساعة 8 بتوقيت الجزائر وهو المران الأخير لفريق النادي الأهلي على نفس الملعب اللي هيستقبل المباراة. تعرف طبعا زميلي أمير نجيل صناعي لوائح الاتحاد الافريقي بيكون تدريبين او 48 ساعه بيكون متواجد فيها للنادي الاهلي وطلب ان هو يكون في تدريبين على الملعب، ده من حقه بالنسبه للوائح، وكان في اصرار كبير جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ. يمكن انت مش حابين نتكلم طبعا ان اكيد نادي الشبيبه كان عايز النادي الاهلي يتمرن تدريب خارج الملعب ويتدرب تدريبه واحده على ملعب اللي هيستقبل المباراه، لكن اصرار الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا وبخبرته الكبيره اصر ان يكون التدريب الاول والثاني على نفس الملعب اللي هيستقبل هذه المباراه. يمكن زي ما اكدنا وقلنا امير تركيز كبير جدا فرضه هنا الجهاز الفني، كابتن سيد عبد الحفيظ جلسات كثيره جدا من اللاعبين بيحاول ان هو يخلق دوافع بشكل مستمر، ايضا كمان لعيبه النادي الاهلي تعلم جيدا قيمه هذه المباراه، عندنا صفقات جديده، عندنا بعض اللعيبه ان شاء الله تكون متواجده في القائمه وفي ايضا المباراه، حمدي فتحي باذن الله يكون له دور، حسين الشحات باذن الله يكون له دور، رمضان اجاي ايضا كمان يكون له دور، ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون موفقه في هذه المباراه وباذن الله امير نعود من الجزائر بنقاط هامه جدا تساعدنا في مشوار البطوله الافريقيه. وكالعاده امير من خلالك ومن خلال برامجنا طبعا من خلال شاشه قناه النادي الأهلي هنكون مستمرين معاكم بننقل كل الأخبار والكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي على شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي. عودة ليك زميلي أمير. بشكرك شكرا جزيلا زميلي كريم أحمد مراسل قناة الأهلي.